ان شاء الله يفوز، احنا نفوز قوه، احنا نفوز. عافين احنا وعواننا. ايش انت شنو؟ قاضي. شنو؟ قاضي. مرحبا. اهلا وسهلا. احنا برنامج قافلين. اليوم تنشوف في محافظة صلاح الدين كلها قاعد تصيح تحت شعار قافلين، ممكن تفهمنا هذا الشعار على شنو؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شعار حلو ومو اي واحد يستحقه، مو اي واحد مخليه بالقائمة معناها انه هو يستحقه. اول ما رجعنا التكريت، اول ما رجعنا من النزوح اللي شفناه واللي وقف ويا النازحين واللي قدم المساعدات اللي هو الاستاذ يزن، اللي شفناه اكثر من مكان بالاماكن مع النازحين، ساعدهم وقف وياهم، ونقدر نقول هو لازم ننتخبه لان هو خلينا نقول ناجح. ويا ربي استاذ يزن قدم لكم انجازات يعني للمواطنين. من رجعنا التكريت لحد اليوم هواي ناس قدمت مساعدات وهواي ناس مشت، بس نقدر نقول على وجه الخصوص انه الاستاذ يزن قدم مساعدات للجميع هنا والكل تشهد بهذا الشيء. اول ما رجعوا النازحين من النزوح، من رجعوا الناس التكريت لحد اليوم واقف ويا الناس مشاكلهم باي شيء، يعني نشكره جدا يعني جزيل الشكر الاستاذ يزن. ان شاء الله اني اول واحد واي واحد استاذ يزن يستاهل انه واحد ينتخبه ويستاهل انه واحد يرشح. فصل الفشك تفصل والغيره لبسناها، تشيل السام طاهر الراس بالقصه ترسناها، بالقصه ترسناها وعلم علم فشقنا هالهين بجاله.